أحب الصالحين ولست منهم. أيوة. لعلي أنا بهم الشفاعة. الشفاعة. وأكرم من تجارتهم المعاصي. وأكرم من تجارتهم المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. هاي أنت وزعت السبح بمصر سيدي؟ رفعي. اللي أخذتهم وزعتهم؟ ما جي ماشي بيه. لا. زين سيدي حجازي انت منو من مشايخك اللي درسوك اللي حسيت انهم انذكروا بالسماء غير الشيخ عبد الحليم محمود؟ والله دول بيبوا مختصين. سلام سيد المحامي حسام الدين السيد، سلم على السادة على اليمين في مديدة اول واحد. ابوه كان عظم السمة سيدي العبادي، هذا سيدي العبادي. لا يبا لا تدخلنا بالبنوك معنا كلها بعدين عليهم ديون. في سؤال من سيدي كامل الرفاع يقول لك الفوائد حلال ولا حرام الربوية؟ طبعا حرام. حل الله بيع وحرام الربا. هذا مو أسئلتك، هذه انت أسئلتك المفروض يعني تكون مو سطحية يعني. لا يقول لك هو عفوا سيد العباد يقول لك النظام بالكمبيوتر كله بالبنوك سوا، هذا يقول الناس اسلامي وهذا يقول لهم مو اسلامي. الحين منتشر شيء لازم تتصدى له والله العظيم في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو الزواج المسيار بالسر بدون علم لا اخوها لا ابوها. منتشر حيل هذا بالسعوديه بالكويت بالامارات بالمغرب مصر، منتشر حيل. صدق كذب؟ صدق حيل منتشر. تزوج نفسها تقول لك انا مطلقه ازوج نفسي بنفسي. شو رايك يا سيدي العبادي؟ الله اعلم. انا اشوف لنا واحده يعني هذه ليس لها الا هذا الرجل شرع قانون السنه سيدي كامل يعتبر عرفي الذي يفك التراصم يا استاذ عرفي يا استاذ زواج عرفي مولانا الحجازي هل يجوز الزواج العرفي؟ اللي هو بدون اذن ولي العرفي يجوز؟ يعني انت ترضى على اختك اذا تتزوج بدون علمك؟ من يرضى فيكم؟ الا ديون. هذا بيكتب ليها؟ لا هي بتقول لك جوزتك نفسي. قانونا لحظة، هذا محامي سيد كامل رفاعي، قانونا يعتبر زواج؟ ما زوجت. اتكلم عن الشرع. انت محامي هذا انا اسميه زنا مقنع. لا لا هي اذا كانت وصلت سن فوق السن القانوني يعني وصلت الأربعين مثلا فتزوج نفسها بشرط الاشفاق. ايوه سألوا اهل الذكر كنت بلا انها تزوج ويكفي في هذا الإشهار الدخان يعني مثلا يعملوا طبيخ ويعزموا الناس والناس تيجي تاكل ويدي وليمه يعني تعرف ان يتجوز لان الاصل يا جماعه في هذا إشهار ما فيه. انا كنت في السعوديه من كم يوم رحت السعوديه واذا في يقول لك خطابات موجود تروح عند الخطاب. لحظه سيدنا اسمع بس اسمع النازله اللي واخد بالك اللي يعني 2024 تروح للخطابه تمام بعد 25 اكثر ترى اي خطابات كثير طبعا تمام تقول لها انا عايز واحده مواصفاتها 1-2-3-4 بس خلاص تمام بس انا عايزها مسيار سري تقول لك انا شغاله سري بس انا ما عنديش معلن. يا مجدي يجوز؟ هو انت خليك قاعد ياكل فلافل الحين شو تطلب؟ بقول لك هاي شرعا ما يجوز تسال واحد قاعد ياكل ما يجوز. بقول لك يا سيد خالد اليوم انت مو عاجبني. زين انت تخلي اليوم سيد خالد مو عاجبني. اسمع الحجازي كلمك. قالت لك انا متخصصه في السر وبعدين بعدين هي بتقول لك تعال بكره اوريك مره مثلا ولا معصومه ولا مش عارف ايه تيجي ثاني يوم تلاقي واحده لابسه حجاب وممكن لابسه عبايه كتف ولا عبايه كامله تمام وتقعد تتفاهم معاها. اهم شيء طبعا تديها كم تمام بتديها المبلغ مثلا 1000 دينار 500 دينار 400 دينار اللي كان دينار. المهم لا شوف الداهيه وين صايره. اوكي الحين انت نمت معها اول ليله تمام باشر تحط لك كزوج تمام ثاني يوم هي اخذت فلوس خلاص تمام ثاني يوم تغير الرقم تدور عليها ما تلقاها تشوف غيرك تمام لان هي تبي فلوس. زنا بالادب يعني يقولها يعني هي متزوجه يمكن حوالي 30 مره تمام يعني هذا يعتبر زنا مقنع مولانا الحجازي سيد الحجازي يعتبر زنا مقنع ولا شنو؟ حلال؟ مش الناس كلها علمت ان هي تتزوج؟ لا انت رحت الخطابه
طيب الخطابة بدك واحدة من السر. طيب. وانت تزوجتك كرسي. ما فيش لا اشهار ولا بيعزلون. ده انا منتشر. عطى الشيخ اسود رفيق. قوي. هذا.